يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالأمس حفظكم الله ذكرتم أن رفع اليدين عند الدعاء بعد دفن الميت أنه جائز، وكذلك عند جائز مستحب، لأن يعني رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وفيه افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إلا المواطن التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه فيها. نعم. وكذلك يقول حفظك الله: هل ترفع الأيدي عند زيارة القبر؟ عند الدعاء ترفع عند الدعاء. نعم.